جبل الشيطان هو جبل تكون نتيجة تجميع أنقاض البنايات من الحرب العالمية الثانية في غرب برلين، وعلى ارتفاع 120.1 متراً فوق مستوى سطح البحر. في الأربعينيات من القرن العشرين استخدم الجبل كموقع للكلية الهندسية العسكرية، والتي كان من المقرر أن يتم بناؤها كجزء من المشروع الاشتراكي الوطني للعاصمة الألمانية. بعد وقت قصير من الحرب العالمية الثانية تم تفجير المنشأة وهدمها جزئياً واستخدامها كمواد بناء. كانت الأبنية المتبقية من المبنى ممتلئة بالركام حتى عام 1950، ثم بعد ذلك استخدم الجبل كمكان لتجميع الأنقاض من برلين. وبحلول عام 1972 تم إلقاء 26 مليون متر مكعب من الأنقاض هناك، وهذا يقابل ثلث أنقاض منازل برلين التي قصفت وحوالي 15 ألف مبنى. تم بعد ذلك استخدام المكان من قبل الأمريكان كقاعدة تنصت على الاتحاد السوفيتي في برلين. ومع نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين تم بيع المحطة واستخدمت كرادار للمراقبة الجوية، وفشلت المحاولات لعملية استثمار المكان لبناء فنادق ومجمعات سكنية. حالياً المكان يعتبر منظراً يشرف على مدينة برلين، ويمكن زيارته والتمتع بالمناظر المحيطة، كما أصبح مكاناً مهماً لرسام الجرافيتي.